فتبين أن هذا الفراغ ما هو إلا مدفن أثري. حسب المعاينة البصرية وخبرة المنقب الطويلة، وحسب قراءة الصور ثلاثية الأبعاد والتي تبين تكتل الدفائن بنقطة واحدة داخل المدفن، بدأت المقتنيات بالظهور. جرتين صغيرتين وإناء من فخار يعودان للعهد البيزنطي. بدأ المنقب بجرف دقيق للتربة، معتمدا على أدواته البسيطة التي لطالما استخدمها، فرشاة ومجرفة صغيرة وقضيب معدني. من الأحجار العقيق تعود لقوط زينة. من الممكن أن يساعدنا هذا لتحديد جنس ما دفن هنا. وتمثال صغير من البرونز يعود لإحدى الآلهة المعبودة في تلك الفترة. تمكن أيضا من إيجاد مجموعة من القطع النقدية الفضية والبرونزية بأحجام مختلفة. زجاجية صغيرة عسلية اللون. ووعاءان معدنيان صغيران.
بعد نفاذ ما يمكن كشفه بالمعاينة النظرية، وقع المنقب بحيرة كبيرة. إذن التصوير أوضح بوجود كمية من الذهب، وكان لابد من كشفها بصريا، وذلك يعني أن الذهب مخفي داخل المدفن. بدأ المنقب عمله على فحص تربة المدفن بجهاز إلكتروني يدوي، والذي يعمل بإصدار إشارة صوتية عند تماسه بالمعادن. فجأة أصدر الجهاز صفارة عندما مرره المنقب على صخرة بيضاوية غريبة الشكل، كان قد عثر عليها داخل المدفن. فقام المنقب بفحصها بدقة، وأيقن بوجود الذهب داخلها حسب خبرته، وأعلم المهندسين بذلك، فقرروا التعامل معها خارج المدفن. قاموا بسحب جميع المقتنيات للخارج وتغليفها بقطع من القماش للحفاظ عليها خلال عملية النقل. بعد عملية التغليف للآثار ونقلها لمكان آمن جانب المدفن، بدأ المنقب عملية تفكيك الصخرة الكلسية البنية. فعما بداخلها إناء مصنوع من الصخر البازلتي، عثر بداخله على قطع من العملات الذهبية نادرة الوجود وذات قيمة تاريخية عالية. على ما يبدو أنه مدفن لإحدى النساء الثريات، فكل ما وجد يدل على ذلك.
عم الدهشة والسرور جميع الموجودين، وأكثرهم صاحب المزرعة الذي وصف الموضوع كما يلي: من الصعب أن تصدق ما جرى. أرض تملكها ويكون في باطنها كل تلك الكنوز. أصبح الشك يراودني بوجود دفائن أخرى في هذه المنطقة، والتي سنعمل على الكشف عليها بالتعاون مع الجهات المختصة والشركة المنقبة. تم تصوير وتوثيق جميع المكتشفات، وقامت الجهات المختصة بصرف مكافأة مالية لصاحب الأرض وشركة United International Group المنقبة على اكتشافهم هذا الكنز التاريخي الوطني الثمين. وكانت المكافأة بقيمة 250,000 يورو لكل منهما.